قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الحقيقة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أسهب في تفسير هذه الآية، وأردت أن أنقل لكم شيئا عن تفسير هذه الآية لهذا الإمام الجليل. يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، يعني لهو الحديث عند القرطبي الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. قال وهو ممنوع بالكتاب والسنة، لأن الغناء يثير الغرائز ويحرك الشهوات ويغري بالمعصية ويدفع إلى ما حرم الله عز وجل، ويعيش الإنسان في أجواء معينة، فممنوع بالكتاب والسنة. وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الآية الثانية وأنتم سامدون أثمدي لنا أي غني لنا. لأيام الإنسان إذا استغرق في الغناء أصبحت حياته كلها غناء، وهو يعمل الأغنيات تصبح في المحل التجاري، وهو في المعمل الأغنيات تصبح، وهو في مركبته يستحضر على هذه الأشرطة ليسمع الغناء، وهو في بيته يعني في كل حركاته وسكناته غارق في الغناء. والغناء والقرآن لا يلتقيان، فإذا كانت حياتك غناء فأنت بعيد عن كتاب الله بعدا شديدا. فلذلك الآية الثانية وأنتم سامدون، والآية الثالثة التي استدل بها العلماء على تحريم الغناء واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أيام المغني بيموت، بيموت معه أناس كثيرون، هناك من ينتحر لموت بعض المغني، هناك من ينتحر، هناك من يزور قبره ومعه المسجل ليسمع إلى أغنياته التي كان يطرب لها. وقد يأتي علماء كبار ليعزوا بوفاة بعض المغنين كمان، وهي مشكلة كبيرة جدا. على كل هذه الآيات الثلاث استدل بها العلماء على تحريم الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد الغناء والمزامير. حلف ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات على أن لهو الحديث هو الغناء. سيدنا ابن مسعود. وسئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال الغناء والذي لا إله إلا هو، رددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر قال إنه الغناء، وقال عكرمة وميمون ابن مهران ومكحول. وعن ابن مسعود أيضا قال الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب. أنا أقول لكم ما في التفسير، هذا تفسير القرطبي للإمام القرطبي، عنوان هذا التفسير الجامع لأحكام القرآن. وقال مجاهد وزاد إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. يعني جلست إلى كاهن، طبعا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا ما صدقه. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة، لأن الإيمان بأن إنسانا يعلم الغيب كفر، لأنه رد لقوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. حتى لو سألت أخي شف لي بالفنجان، عندك والله جايتك قبضة، قدامك مشكلة، في واحد من يتزوج من أقربائك خير إن شاء الله، هذا له الحديث، هذا يعني كلام لا معنى له. دائما كن جادا،
لك أن تكون لك أن تلهو لهوا بريئا. الإنسان إذا جلس مع أهله وكان إذا دخل بيته كما قال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، لك أن تسأل، أن تجيب، أن تمزح مزاحا بريئا، لك أن يعني تستمتع بما أباح الله لك من دون أن تقع في معصية اللهو. واللهو أن تنشغل بشيء تافه عن شيء ثمين، أن تنشغل بالخسيس عن الثمين. هلأ واحد غاص بالبحر ليأخذ اللؤلؤ، فجاء بالأصداف وانشغل بها عن اللؤلؤ، هذا له. فأي شيء تفعله يتناقض مع هدفك الكبير هو له. قال إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل، يعني قصة باطلة، قصيدة باطلة، عمل فني باطل، يعني لا يقدم شيئا، يستهلك الوقت من دون أن تستفيد منه. أنت وقت أتستهلك هكذا بلا ثمن؟ نعم. وقال ابن القاسم سألت الإمام مالك عن قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال له الحديث. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ حق واحد، الحق طريق مستقيم، الحق خط بين نقطتين مستقيم، فأي انحراف عن هذا الخط فهو باطل. والإمام البخاري في صحيحه عقد بابا سماه باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ ليضل عن سبيل الله. بعض علماء القرآن الكريم ولا سيما من تتبع أسباب النزول أورد في سبب نزول هذه الآية القصة التالية. قال النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم فكان يجلس في مكة، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول حديثي هذا أحسن من حديث محمد. نعم. وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة فيقول لها أطعنيه وأسقيه وغني له، ويقول هذا خير مما يدعو إليه محمد من صلاة وصيام وأن تقاتل بين يديه. هذه القصة أوردها بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يدفع له مغنية يقول لها أطعميه واسقيه وغني له. الإنسان إما مع عقله أو مع شهوته، إما يسعى لآخرته أو لدنيا، فالسعيد من سعى لآخرته ومن كان مع ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شياطين أحدهما عن هذا المنكب والآخر على المنكب الآخر، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. لأن الغناء يتناقض مع الهدف الكبير من وجودك في هذه الدنيا. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح ورنة عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب. يعني الغناء
والمزامير في الأفراح وفي الأتراح، هذان الصوتان ينهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر رواه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. لكن قليلا وقف قليلة، ما عند الإنسان من حاجة إلى أن يستمع إلى شيء يطربه. أنا أقسم لكم، واسألوا أي من تحبون ممن تثقون بحديثهم، إن المؤمن ليطرب طربا بالقرآن لا يصل إليه ذواق الغناء في العالم. حينما نهاك عن الغناء سمح لك أن تتغنى بالقرآن. المؤمن إذا استمع إلى القرآن من صوت شجي يفعل هذا الصوت مع هذا الكلام، مع هذا الكلام المقدس، مع كلام خالق الكون، في نفسه فعلا لا يرقى إليه أي ذواق للغناء. يعني أحيانا مديح النبي، أحيانا صوت المؤذن الشجي، أحيانا ابتهالات يسمعها من أناس وهبهم الله صوتا رخيما وشجيا، مدائح نبوية، يعني هنا كل كلام يرقى بك إلى الله إذا جاء في صوت حسن وعذب، هذا شيء مسموح به. فأنت حينما تترك الغناء خوفا من الله عز وجل هناك شيء آخر يحل محله، تطرب بالقرآن، تطرب بمديح النبي العدنان، تطرب بالابتهال إلى الله عز وجل. فالإنسان يعني ما من شيء أودعه الله في الإنسان إلا وجعل له قناة نظيفة يسري عبرها. نعم. وفي حديث آخر: بعثت بهدم المزامير والطبل. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. يعني بعضهم يقول إن كبار المغنين الذين أسكروا الناس بأغنياتهم هم سبب تخلفنا وسبب تقهقرنا، هكذا قال بعضهم في أعقاب النكسات التي ألمت في أمتنا. يعني شعب غارق في الغناء، غارق في ما لا يرضي الله عز وجل، هذا كيف يتحرك إلى طاعة الله؟ كيف يخرج منه الخير؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فذكر منها: إذا اتخذت القينات والمعازف. صار الغناء جزء أساسي من حياة الإنسان، جزء أساسي. بتلاقي فوت للمحلات التجارية، للمعامل، أينما تحركت الأغاني تصبح بأعلى أصواتها. حتى إذا سافرت لا تنجو من الغناء، بمركبة عامة ما تنجو منها. لكن لو أن الإنسان يعني تعرف إلى الله عز وجل يقشعر جلده إذا تليت عليه آية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني القرآن الكريم هكذا وعد الله، يعني الإنسان المؤمن يطرب أشد الطرب، يعني يمر بسعادة نفسية لا يرقى إليها كل ذواقي الغناء في العالم. وفي حديث آخر رواه ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قيل: وما الآنك؟ قال: الرصاص المذاب. وفي حديث قدسي أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني. نعم. وفي رواية أخرى
يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الحياة ابتلاء، ربما كان الغناء محببا للناس، لكن المؤمن حينما يرجو ما عند الله ويترك ما يحب في سبيل الله، الله عز وجل يعوضه خيرا منه. لذلك ما ترك عبد شهوة في سبيل الله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله مهما كنت متعلقا. لذلك بعض كبار المغنين في العالم حينما عرفوا الله عز وجل أنفقوا كل ثرواتهم على شراء أسطواناتهم وإتلافها خوفا من الله عز وجل. في مغنين كبار من إيطاليا لهم قصص شهيرة، حينما دخل الإيمان قلوبهم ندموا على فعلتهم. هناك أناس يعملون في حقول الفن، حينما عرفوا الله عز وجل ذاقوا من السعادة ما لا يعرفونها من قبل. يعني أنا قرأت بعض المقالات عن أناس تابوا إلى الله وكانوا غارقين في المعاصي، يصفون أحوالهم مع ربهم كما يصف العارفون بالله. لذلك الإنسان إذا دخل في حضرة الله عز وجل يذوب شوقا وحبا ويستنقع في الرحمة استنقاعا. يعني كبار المغنين أصبحوا من كبار المؤمنين. نعم. والشيء الذي يؤسف له أن تجد بعض المنشدين أو بعض قراء القرآن أصبحوا مغنين، هذا شيء نكسة خطيرة جدا، أما العكس شيء طيب. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين. فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة. نعم. أخرجه الترمذي، وهذا الحديث في نوادر الأصول. وفي كتاب التذكرة: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وخمر الآخرة شيء آخر. ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن مات وعنده جارية فلا تصلوا عليه. إلا اقترك 450 شريط غناء، شو ساري فيهم فيه؟ محيهم كله. من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه. نعم. وقال الإمام القرطبي: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، لا تقبل شهادته. نعم. أذن أبو محمد. إذن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، هذه لا تعود على آيات الله، هزوا وأولئك لهم عذاب مهين. في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين. فالذي يتخذ لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، معناها الإنسان مخلوق ليسير في سبيل الله، فأي شيء يعيقه عن سبيل الله، أي شيء يصرفه عن سبيل الله هو له. ما هو له؟ أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، هذا هو له. فالإنسان له هدف كبير نفيس، فإذا اشتغل بالخسيس أمضى وقته في الخسيس، استهلك وقته في الخسيس، ضيع رأس ماله الكبير وهو حياته في الخسيس ونسي النفيس، فقد انطبقت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذن يجب أن تكون في سبيل الله، معنى السبيل الطريق، يعني أنت في الطريق الموصل إلى الله. العقبات التي توضع في الطريق من قبل الناس يجب أن تتجاوزها،
يجب أن تقفز عليها، لا ينبغي أن تكون هذه العقبة أمامك مانعا ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن الضلال معه جهل دائما. ليست هذه كما قال قيد احترازي، هذا قيد وصفي، يعني من خصائص الإضلال عن سبيل الله أن الجهل يرافقه دائما بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يعني حينما كنا في الجامعة قرأنا عن شاعر أمضى حياته في الغزل وفي ما مات إلا متسولا على أبواب المساجد وأولئك لهم عذاب مهين، حينما جعل من الشعر هذه الأداة البيانية الرائعة، جعل منها أداة للفسق والفجور ولدعوة الناس إلى الانحراف والمعصية، فله عذاب مهين. فالإنسان إذا آتاه الله طلاقة لسان، قدرة في الشعر، يمكن أن تستخدم في الحق. وهؤلاء المغنين الكبار الذين ماتوا قرأت عن حياتهم، كانوا في أول حياتهم قراء قرآن وكانوا في مؤذنين، يعني هذه الطاقة الفنية التي يملكونها لو أنهم وظفوها في القرآن وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل لجمعوا بين الدنيا والآخرة، ولكنهم آثروا الشهرة الزائفة على طاعة الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أبدا كلام واضح كالشمس، لا يجتمع في جوف المؤمن غناء وقرآن، كل منهما يطرد الآخر، فالقرآن يطرد الغناء والغناء يطرد القرآن، فإذا امتلأ جوف الإنسان غناء لن يبقى فيه مكان للقرآن. يعني إذا أراد أن يسمع، إذا أراد أن يستمع في الإذاعة إلى القرآن لك هات غير محطة، ما بيقدر، يشعر بانقباض إذا سمع القرآن لأن جوفه ممتلئ غناء. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يعني من أراد أن يتوسع في موضوع الغناء فليعد لتفسير القرطبي في تفسير هذه الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضيع